قامت مديرية الزراعة بالأسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتفقد الحقول الاسترشادية للقمح في منطقة العامرية غرب الأسكندرية التي تمت زراعتها بواسطة التقاوي المستحدثة. يأتي ذلك في إطار مشروع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في ظل محدودية الموارد المائية. هذا وقد نالت التجربة استحسان المزارعين، حيث بلغ ناتج الفدان نحو 20 إردباً، وهي كمية كبيرة نسبيا مقارنة بالزراعات المماثلة، رغم أن التربة في المنطقة هي تربة تعد ملحية. النهاردة احنا موجودين في صنف جديد هو مصر 3، ده من الأصناف إنتاج قسم بحوث القمح، وده من الأصناف الواعدة الأصناف الجديدة، تفرعه عالي ومقاوم للأمراض وعالي المحصول. من ضمن 17 صنف قسم القمح بينتجهم ما بين قمح خبز وقمح ديورم. مزارعين مهتمين جامد بالزراعة السنة دي، والإنتاجية كويسة واللي جاية أحسن، حتى الأنواع اللي نازلة جديد اليومين دولت أو السنة دي بالذات فيها إنتاجية أعلى، وشايف إن الجمعيات الصاعدة برضك مهتمية اهتمام كامل في لم المحاصيل من المزارعين. تتواصل الصوامع والشونة بمحافظة أسوان في استقبال وتخزين القمح، حيث من المتوقع أن يتم تسليم 166 ألف طن من المزارعين والموردين على مستوى المحافظة، ويتم التأكد من شحنات القمح من خلال أخذ عينات من كل شحنة بواسطة المفتشين المختصين للتأكد من سلامة القمح وخلوه من الحشرات والسوس والرمال. أول محافظة بكرت باستلام محصول القمح نزل ارتفاع درجة الحرارة. احنا حاليا موجودين في صومعة أسوان تابعة لقطاع مطاحن مصر العليا، وهي عندنا في أسوان مكانين بنخزن فيهم بنستلم فيهم، صومعة مصر العليا وصومعة الشركة القابضة للسلع. هنا النهاردة احنا عندنا في الساعة التخزينية عندنا في المطحن بدأنا في قمح جاي من وادي النقرة وجاي من بره بيتسلم للصامع، جاي زي ما سيادتك شايف في شكاير بلاستيكية. اللجنة كلها موجودة بالكامل لفحص والتأكد من درجات النقاوة. في بداية موسم استلام القمح المحلي 2022 اللي الحمد لله ابتدينا توريد من حوالي 4-5 أيام، وإن شاء الله مبشر بالخير. ومجرد ما تدخل على العربيات عندنا بنوزنها وهي مليانة، وبعد ما ناخد عينتها بواسطة عضو هيئة السلام للغذاء ويحدد درجة نظافتها بترجع تاني على الميزان توزنها فاضية. الفرق ما بين دخول العربية وهي مليانة وهي فاضية هو ده كمية الغلة أو كمية الأقماح اللي احنا بنستلمها. يتم في المعمل حضرتك إن احنا بناخد عينة متجانسة من الأجولة، يعني من تقريبا من كل الشوايل بناخد عينة عن طريق قلم أخذ العينات، وبندخل بها المعمل بنوزن 1 كيلو. تمام، بعد ما بنوزن 1 كيلو يعني بندخل عينة على جهاز كارتر، جهاز النظافة بتاع القمح، بنطلع القمح بيور وبنفصل القمح عن الشوايب. جمعيات طبعا موفرنا السماد للزرع. النهاردة جاء ورد كمية قدرها 11 طن. المطحن بيحسبنا على الدرجة 23.5 اللي هي الدرجة الفاخرة، يعني 885 جنيه، والأمور متسهلة وكل حاجة ماشية تمام بإذن الله.